ومعانا السيدة أم محمد من المنوفية، اتفضلي. السلام عليكم، ازي حضرتك يا دكتور؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك، أنا بحب دايما أسمع كلام حضرتك، كلام حضرتك بيطمن القلوب وبيريحني دايما والله يا دكتور. ربنا يحفظك ويزيدك نور وبركة. الله يخليك يا رب، أنا متواصلة دايما مع حضرتك على طول، ودايما حضرتك بتريحنا بكلامك الطيب وكلامك اللي بيوصلنا ربنا سبحانه وتعالى. يا رب، اتفضلي يا فندم. عندي لحضرتك سؤالين اتنين يا دكتور. اتفضلي، السؤال الأولاني. أول سؤال، صيغة الدعاء لربنا سبحانه وتعالى، إن أنا يعني بحاول أكلمه طبعا والعياذ بالله، أنا دايما بحس زي ما أكون هو قدامي وأنا ساجداله وأنا واقفاله، بكلمه كأني بكلم بني آدم قدامي، بشتكي له همومي، بشتكي له أحزاني. وحضرتك قلت الحلقة الأسبوع اللي فات، قلت لما تكون مثلا زعلان من شخص أو في شخص بيحاول يضايقك، تبص للسماء وتقول يا رب خد بإيدي ولا تتركني إليهم 10 مرات. فأنا قلت فعلا الكلام ده زي ما حضرتك قلت لي، بس في حاجات دايما بتحاول تتغلب عليا، بتتعبني من الأوضاع اللي بشوفها حواليا والكلام ده. طيب، كله يعني أنت عايزة حضرتك تقولي أنا دلوقتي إن أنا بتخيل إن ربنا سبحانه وتعالى سمعني، ده صح ولا لا؟ نعمل إيه؟ أيوة. الحاجة التانية إن أنت عايزة حاجة تساعدك على استجابة الدعاء. أيوة. السؤال الثاني، تاني سؤال لحضرتك، هل فعلا زي ما احنا بنقوله، هل رضا الزوج هو رضاه من ربنا سبحانه وتعالى؟ حتى لو كنت عملت حاجة خبيتها على جوزي وانا بحاول اكفر عنها وكده، فهل كل ما تقربه ليا وحبه ليا اللي بيزيد اكتر، هل ده تقرب من ربنا سبحانه وتعالى ورضاه عني؟ طيب، هذا معلش يا دكتور، سؤال لحضرتك، وهل لما يكون بيا ضيق او داخله فيه يعني في حاجه معينه بفكر فيها، فلاقي التلفزيون بيتكلم عن الموضوع دوت، بيتكلم عن اللي انا فيه وكده، بلاقيني برتاح من الكلام ده، هل ده ان ربنا سبحانه وتعالى قريب مني وبيطمني ان هو جنبي ومش هيسيبني حتى في ازمتي اللي انا فيها؟ حاضر حاضر يا ام محمد، حاضر. اسئلتك مهمه كلها وما فيهاش سؤال الا وهو مهم. السؤال الاولاني بتقولي الدعاء ايه اللي يخليني مستجابه الدعاء؟ في حاجات تانية غير اللفظ بتاع الدعاء يجعلك مستجابة الدعاء، زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال يا سعد أطب مطعمك تكون مستجابة الدعوة. فنخلينا دايما موجودين في الحاجة الطيبة، كل ما الإنسان كان طيب كل ما يبقى استجابة الدعاء سريعة. يبقى خليك دايما طيب، خلي أكلك طيب، خلي تفكيرك طيب، خلي كمان قلبك كمان طيب. كل ما تكون طيب، إيه اللي حاصل؟ الله طيب لا يقبل إلا إيه؟ طيبة. كل ما بقيت طيب، كل ما كنت قريب من حاجة الطيب، الله يقبل دعائك ويستجيب إليه. الأمر الثاني إن إحنا نتحين ونختار أوقات الإجابة، يعني بين الأذان والإقامة، كمان في الثلث الأخير من الليل، كمان في تبادل في نزول الملائكة وصعود الملائكة قبل دخول الغروب. كل الكلام دوت، كل دي أوقات من أوقات الإجابة. يبقى إذن إحنا نختار أوقات الإجابة في يوم الجمعة. كل ما اخترنا الأوقات اللي فيها إجابة، الأمر الثالث بقى اللي بيخلي الدعاء يستجاب، حضور القلب. يعني إيه حضور القلب؟ أنا وبدعي أدعي الأدعية اللي حاضر فيها قلبي. لأن ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صوركم وإلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. الثلاث حاجات دولة تساعد على استجابة الدعاء جداً. الأمر الثاني، مسألة هل رضا الزوج هو رضا لله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى جعل هذا الرضا عشان نوصل للتوافق، مش عشان في حد يأسر حد ويستعبد حد، ولكن ده عشان نوصل للتوافق. ففي حاجة اسمها الطاعة النبي، الطاعة الرشيدة. ايه الطاعة الرشيدة؟ اللي هي الطاعة في المعروف. فإذا كان الزوج بيطلب من الزوجة الأشياء اللي تعينها على الحياة اللي فيها مليئة بالرحمة والخير والجمال، تطيعه، ويبقى دوت اسمه الطاعة الرشيدة. ولذلك ساعتها هنبقى بنحقق مراد الله سبحانه وتعالى، وساعتها هتبقى الطاعة دي عون، ويبقى طاعة الزوج ده من باب العون. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يبقى الطاعة بتكون في الطاعة، يبقى طاعة الزوج بتكون في الطاعة، وديت هتاخدني إلى الله سبحانه وتعالى، ويبقى زوجي ساعتها باب من أبواب ماذا؟ التعاون على البر والتقوى. اخر حاجه، مساله ان انا لما الاقي حاجه انا يكون في نفسي شيء، فاجد حد بيتكلم عنها او بيقول كلام حسن عنها، فيبقى كده ايه الدلاله على دي؟ الدلاله على دي ان الله سبحانه وتعالى بيطيب خاطري، ان الله سبحانه وتعالى يقول لي
أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. دي بتبقى علامة من علامات إن الله سبحانه وتعالى يريدني أن أعرف أنه معي، الباقي معك ما ودعك. يبقى الحاجات دي الثلاثة صح، وأنا جاوبت على أسئلة حضرتك.